فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في معنى الصمد أنه هو الكامل في سؤدده، فما معنى السيد؟ السيد الكامل في سؤدده يعني سيادته للعالم، هو سيد الناس. نعم، ولذلك ينهى عن الإنسان يسمى سيد الناس، ما يقال هذا، أو ملك الإنسانية أو ملك القلوب، لا يجوز هذا، هذا غلو والعياذ بالله. ما في أحد يملك القلوب إلا الله، ما في أحد سيد الناس أو سيد الإنسانية أو ملك الإنسانية إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.